يقول في هذا السؤال: الحمد لله أديت فريضة الحج متمتعا، وقد دخلت مكة في اليوم السابع وأديت العمرة، وعندما أردت أن أذهب إلى منى في اليوم الثامن لم أتحلل من الإحرام، ولكنني نويت الحج والإحرام علي، فما الحكم في ذلك؟ لا حرج عليك، لأن العبرة بأفعال العمرة، فإذا طفت وسعيت وقصرت فقد حللت، سواء خلعت ثياب الإحرام ولبست الثياب المعتادة أو بقيت ثياب الإحرام عليك. لكن كونك تخلع ثياب الإحرام وتلبس الثياب المعتادة أحسن، لأنه أظهر في التحلل. فإذا كان يوم التروية أحرمت وخرجت مع الناس إلى منى، وإن كنت في منى فأحرم بالحج من منى. نعم.